بعد محاولات متكررة لإفشال إعادة الأمن إلى المدينة، تستعيد الأجهزة الأمنية عافيتها لتعود للعمل وتأدية مهامها، حيث يبذل القائمون لأجل ذلك المزيد من الجهود في ظل حالة الانفلات الأمني والصدامات المسلحة وعمليات الاغتيالات والسلب والنهب الذي تشهده مدينة تعز. بالنسبة لنا هذا اليوم نحن نعتبرها بداية لضبط الإخلالات الأمنية في المحافظة، وإن شاء الله في الأيام القادمة سيكون هناك انتشار واسع للأجهزة الأمنية والدوريات، سواء الدوريات المتحركة أو الثابتة أو الأطقم، لضبط الإخلالات والقضاء على الفوضى. عندما يتوفر المبنى يتوفر البنية التحتية للأمن بشكل عام، رجل الأمن يسهم فعال في تثبيت الأمن. افتتاح مقر إدارة شرطة المحافظة بعد ترميمه يعد أول جهاز أمني ينتقل لمزاولة عمله من المربع الأمني في منطقة العرضي، وهو المربع الذي ما تزال أغلب مقرات الأجهزة الأمنية فيه متوقفة بسبب الدمار الذي لحقها، لكن ذلك أيضا لم يعق استمرار تأهيل الأفراد والقوات التي ستسهم في تطبيع الحياة في المدينة. هنا تخرج دفعة عسكرية جديدة من شرطة الدوريات وأمن الطرق، والتي ستعمل على رفض المؤسسة الأمنية وتعزيز حضورها. خطتنا في السلطة المحلية استهدفنا إعادة ترميم إدارة شرطة تعز وقيادة المحور وكذا قيادة الشرطة العسكرية. لا شك أنها ستسهم إسهاما كثيرا وفاعلا في استتباب الأمن والاستقرار والقضاء على المظاهر المخلة بالأمن والاستقرار في المحافظة خاصة وفي المدينة خاصة. التدريب والانتشار وإعادة انتشار القوة هي الوسائل التي سنتبعها في إعادة الأمن لهذه المحافظة. تحسن طفيف للأجهزة الأمنية باستعادة عافيتها، هكذا تقول الصورة هذه الأيام، وهو ما يمثل للمواطنين أهمية كبيرة، إلا أن الجانب الأمني ما يزال يحتاج الكثير من الدعم والتأهيل وإعادة تفعيل المقرات الحكومية بشكل كامل وفي مقدمتها الأمنية. ترميم المقرات الحكومية وإعادة تفعيلها خصوصا الأمنية منها يساهم في إعادة تطبيع الحياة، كما يخلق أملا لدى المواطن بأهمية عودة مؤسسات الدولة في ظل حرب الميليشيات الانقلابية التي دمرت كل شيء. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.